نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول فا نون حا. أخونا عرضنا له جزءا من رسالته في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: أثناء اشتراكنا في حملة للحج فأجينا بالخدمات السيئة التي كانت تقدمها، وعانينا متاعب كثيرة لا يعلمها إلا الله من نقص في الخدمات، وحينئذ لاحظنا أيضا نقصا في النواحي الإدارية، وبقي لهم عندي مبلغ 300 ريال هو باقي اشتراكي معهم، ولم أعطهم إياه نتيجة لخدماتهم المتواضعة. وسؤالي: هل يجب علي أن أدفع لهم المبلغ المذكور أم يكون حجي ناقصا إذا لم أدفعه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يجب على أصحاب الحملات أن يوفروا لمن معهم من المتعاقدين معهم، أن يوفروا لهم متطلبات السفر ومتطلبات الحج والعمرة على خير وجه كما شرطوا عليهم، وأن لا يقصروا في شيء من ذلك، لأنها لا واجب عليهم، ولأنها حقوق مخلوقين يحاسبون عنها يوم القيامة ويؤاخذون بها إلا أن يسمح لهم أصحاب الحقوق، فهي مسؤولية عظيمة. على أصحاب الحملات أن يبرئوا دممهم من هذه العهد العظيمة التي تحملوها. وأما ما ذكره السائل من أنه بقي عنده شيء من النقود التي اشترطها عليه أصحاب الحملة ضمن المبلغ الذي يدفع لأصحاب الحملة من قبل الحاج أو المعتمر، وهو بقي عنده شيء من هذا المبلغ يريد أن يقتص به منهم بسبب تقصيرهم في المسؤولية، فهذا أمر يحتاج إلى المفاهمة بينك وبين أصحاب الحملة، أن تتفاهم معهم، فإذا اصطلحتم على شيء من هذا الأمر أو غيره فالصلح جائز بين المسلمين. أما أن تبقى بدون مفاهمة معهم وبدون محاسبة معهم فهذا لا يصلح ولا يجوز. نعم.